اسمي فاطمة كريم، أنا حارس مرمى. اسمي هاجر محمد، لاعبت في نادي بلادي. السبب الرئيسي اللي خلانا يعني نلعب ويا فرق الرجال هو بسبب الاحتكاك، هي مو فقط للرجال انما للنساء. هو بالنسبه لي هذا قوه ان انا انافس ولد بنص ملعب حتى لو كنت خسره. هاجم يعني دافع قوي وتهاجم.